اللحظات هنا لانطلاق الشوط التاسع والانطلاقة الخامسة للبكار، كما نشكر أيضا الزميل محمد بن بريك المري الزميل الإعلامي المتألق أيضا بدوره في التعليق وفي موقع الأبرقة، أشكر جزيل الشكر أيضا على التواجد وأيضا تواجد أصحاب الأشواط الرئيسية للقاءات اليوم. سوف أيضا يؤخذ معهم لقاءات محمد بن كردي المنخس وأيضا علي بن مبارك المنصوري. هذه النتيجة وهنا انطلاقة هذا الشوط، نتابع وإياكم هذه الاندفاعة وهذا الانطلاق هنا مع المركز الأول والمقدمة. هناك شعار أيضا اللي على المركز الأول اللي هي الشاهينية للدكتور عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري. المركز الثاني هناك القدوم مع الطيارة سعيد بن علي بن صبيح المري على المركز الثاني وأيضا في رصيدها أيضا سبق. المركز الثالث والدخول مع ظن صاحبة الإنجازات مريط بن سعيد بن مريط الهاجري على المركز الأول، بينما أيضا يرصدون اللي تسللت من الجانب الأيمن هناك اللي أيضا ما حضرنا رقمها اللي على المركز 24 اللي سرابة لعبد الله بن جلمود المري على المركز أيضا هناك، ولكن اللي هي الظبي راشد بن حمد بن شابل المري غيرت على المركز الأول، غيرت على المركز الأول. المركز الرابع هناك شعار الدكتور عبد الله بن مطر الضابط. هذه النتيجة، هذه النتيجة هناك والمقدمة والصدارة، الصدورة مع أيضا الظبي راشد بن حمد بن شابل المري على المركز الأول، بينما النقلة على المركز الثاني الطيارة سعيد بن علي بن صبيح المري على المركز الثاني. المركز الثالث ظن المريط بن سعيد بن مريط الهاجري، ولكن الله يا بن شابل، ابن شابل مع المقدمة والظبي، الظبي لراشد بن حمد بن شابل المري. هناك الظبي مع بن شابل وعصا ذي بطانها أداها جميل جميل هنا مع بن شابل. سلام يا بن شابل سلام. الظبي راشد بن حمد بن شابل المري، تهانينا والناموس ساعة الوصول أمام خط النهاية. المركز الثاني هنا الدخول الطيارة لسعيد بن علي بن صبيح. المركز الثالث ظن المريط بن سعيد بن مريط الهاجري، تهانينا والناموس والتوقيت الزمن دقيقتين 15 ثانية 19 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.